طبختنا وسالفتنا شوية غير. ليش؟ لأن راح نتكلم فيها عن براءة الطفولة. معانا طبعا اليوم مديرة أكاديمية المعارف الأستاذة مي مرزوق، حياك الله معانا. حياك الله. حياك. أو أكيد بعد أن أنا وياك وكل المشاهدين ضيوف عندها الطيبة أم محمد. شرايك أم محمد؟ أهلا وسهلا فيك. اليوم راح نتكلم عن موضوع تربية الأطفال، راح نتكلم عن الحضانات، راح نستفيد من خبرتها، تعلمنا شلون إحنا نتعامل مع أولادنا ما دون سن الروضة. لكن بالبداية طبعاً وإحنا قاعدين نتكلم أشوفك وايد متبعة نهج تربية طفل، شنو تساوي؟ حياة أمه. الله. أو نجاح أمه. ليش؟ لأن نفس سالفة لما تقولين مثلاً الأسرة هي النواة، الأم مدرسة كذا كذا، أنت هذا كله نفس المصب. إحنا نتكلم نعم. من الأسرة المجتمع كله يقوم ويحيا، فإحنا نبدي من الأسرة، من بذرة الأسرة اللي هي الطفل. صح، أحسنت. فأنت إذا أصلحتي حال الطفل وقومتي اللي يعني ما فيه، خلاص استقام وياك. أحسنت، كلمة جميلة، كلمة حلوة. وإحنا الحين لازم ننتقل إلى السلم الثانية. هاي السلمة الأولى خلصنا منها، السلمة الثانية وين راح نروح أم محمد؟ أكيد مطبخ خيل وزعفران. الله، يلا أم محمد خلنا نمشي. حياكم، تفضلوا. يلا. حياك. صالح بمعملنا انا وام محمد، انا مشاهده هي اللي تطبخ بس. ها ام محمد، ايش راح تسوي لنا اليوم؟ اليوم برقه بربير وكزبره باللحمه. بربير؟ بربير يسمونه البنانين بغله، البغله. بربير ما غير اللي ناكله على الغداء. ناكله على الغداء. اي تسوينا مرقه. مرقه اي. حلو، زعفران من يقدر يصيدك؟ اي. يلا بلشي. ان شاء الله. اول شيء يعني انا سالقه اللحمه كالعاده بالبهارات الكامله ومطحونه وشايله مايها عشان حق المرقه. الحين اول احط البصل، انا بشتغل على الناحيتين، على احمس البربير مع الكزبره مع شويه بصل مقله، وبعدين احط اللحمه مع احمسها شويه بصل. ليش ما تحمسينهم في جدر واحد كل واحد بروح؟ لا، لازم تنحمس هذه الخضره لحال بروحها. أها. اي وبعدين تنقطع على ما ادري، في يعني عده طرق بس انا يعني افضل هالطريقه. يلا إيه. خلينا نبلش ونشوف طريقه الهيل والزعفران، طبعا اكيد غير. ان شاء الله. ارجع لك الحين ام صالح. بداية هناك تكلمنا عن الأكاديمية، وتكلمتي أنت بعد عن شغلة وايد حلوة لفتت نظري اللي هي مملكة. أيوة. شنو تقصدين بكلمة مملكة؟ أنا لما صار عندي أطفال، الله رزقني بالأطفال، وبدأت أطلع حق المجتمع، أسجلهم بحضانات، أسجلهم نوادي صيفية، هالأماكن اللي لازم الطفل يحتك فيها خلاص من بعد البيت، ما قمت يعني للأسف ما شفت اللي أنا ناسب طموحي. يعني مثلا بحضانة من الحضانات صار لي موقف مع واحد من عيالي اللي هو بيتري، هالحكي طبعا من زمان، احنا يعني مو نوع اللي مثلا بنقول الدين عندنا وشين حوالين، لا، بس هالحكي قبل لا أفتح حضاناتي. نعم. قبل لا أفتح الحضانة، قبل يعني الولد الحين 13 شوي عمره، ما شاء الله، أيام اللي كان عمره سنتين، اكتشفت في خطأ معين في أسلوب التربوي مالهم، اكتشفت نوع العقاب خاطئ، يعني بالطق وكذي مو تربوي العقاب. اكتشفت مثلا أسلوب مثلا في التوأم عيالي الثانيين، أسلوب الحبس بالظلمة الانفرادي في مخزن، يعني في أمور حبس بظلمة مخزن. ايوه ومحمد تسمعينها؟ هذا اسمه حبس بغرفة صغيرة يعني انفرادي. كم عمره؟ كانوا بالسنتين هما توأم، يدخلون واحد واحد ويقول دار ظلمة متر بمتر، مخزن أدوية وكلوركس وهالأشياء مواد تنظيف، ويقول لك هاي فارة طالعة تاكلك. ظلوا عيالي من بعدها لعمر 6-7 سنوات عندهم فوبيا، أنا ما أقدر أسكر الباب عليهم بغرفتهم، يرجفون ويتوسرون ويبطلون الباب، وأنا كان المفروض إنه وضعهم عالي يعني بسكر الغرفة عن إزعاجهم أو عن شغلة يعني. فلما شفت هذه الأخطاء قاعدة تصير برا، انا حبيت اسوي شيء، اول شيء حق عيالي، اول شيء حق عيالي، فحبيت اني اسوي شيء متكامل حق الطفل. بس هاي كلمه حلوه قلتيها ابو محمد، سمعتيها وهي قاعده تقول انا لما بسوي شيء اول شيء حق عيالي. من هني الواحد يطمن ان هي شنو تبي تسوي حق عيالها راح تسوي حق عيال الناس. صح ولا لا؟
شيء زين وايد شيء حلو. ايش رايك طبعًا الحين وين وصلنا الشيء الزين؟ طب لا بعد الحين انا حطيت الثوم الكامل وثوم مهروس مع زنجبيل وبحط اللحمه اللحمه اللي سالقتها واحمسها. زين وايد حلو. الحين بحكم خبرتك مجال الطفل، يعني ما شاء الله انتم عندكم بالحضانه في عندكم اسلوب تربيه للطفل عمره 15 يوم صح ولا لا؟ صح 15 يوم شربي فيه شلون؟ شوفي احنا طبعا فاتحين باب التسجيل الحضانه من شهر الى 4 سنوات الوضع الطبيعي مال ما قبل الروضه. في حضانات تستقبل من عمر 2 احنا فاتحينها من شهر. نعم. لان دور الحضانه اساسا مساعد للام، يعني انا وجودي مساعد لك، انت لازم تطلعين دوامك مطمنه وانا اكون الاسيستنت معك المساعده. فحطيناه من عمر شهر لاختلاف الجنسيات او الظروف. الطفل اللي يامنا اقل من شهر ترى كويتي، امه كويتيه بس اضطرت للطلعه لظرف معين مع دوامها، دوره اجباريه، شغله ما اذكر شنو تفاصيلها او ما عندي تفاصيل كامله. ف اختي الكبيرة معانا اللي عمرها 4 سنوات خريجة الحين عندنا ما شاء الله، الأم عارفة خطنا عارفة منهجنا مطمنة، قالت لي ممكن مفايحة عندي دورة وكذا لمدة بسيطة يعني بيبة ما شاء الله، هي ما خلت يعني المدة اللي اتفقنا عليها استمرت لأنها ارتاحت. ها أم محمد وين وصلنا؟ خلاص حطيت من ضمن المهارات حاطة أنا حلبة مطحونة شوية وحاطة كمون وطبعا أنا حاسة إنه راح يطلع نكتة مثل الشبزي. ايه تقريبا لان المكونات اللي قاعد تقولينا احسها بنفس الطريقه. حمست ويا المعجون طماط بعدين قطيت الطماطم المهروس والحين بقط الماي اللي حم عليه واتركه ليغلي بعدين احمس الخضره وقطع عليه. يعني الخضره تنحمس عادي تنحمس يعني مده شوي طويله عشان تطلع ريحتها ليه تطلع. محمد انا لما راح اسويه شلون راح اسويه؟ شوف انا قلت لغز لما اسويه شلون راح اسويه؟ راح احطه كله في جدر واحد وبعدين ادق عليك اقول لك شنو يصير. لا عادي عادي بس انا يعني احب احمسها يعني الخضره وايد بس اللحمه لانها مستويه ما بيها تنهري أحسن. ما بيها تنفتح يعني صح فاعط الخضره لحالها هني احمسها. حلو والحين راح ارجع لك يا ام صالح واللحمه هني قبل لا تنهري والطفل الصغير بروحه هم لحمه طريه كذي. نبي بحكم خبرتك طبعا الطفل الصغير خصوصا قبل سن الروضه في عناد مو طبيعي، يعني قبل شوي انا وياك قاعد نسولف قلت لي الطفل يعاند من سن 3 سنين صح؟ هي. انا ولدي الحين بسم الله يعني بعد كم يوم يصير عمره 2، فاتي العناد. هي. يعني في حاله عناد تعال ما بي ما بي متعلم هذه الكلمه ما بي. احسنت هي احتمال في هذه الحاله. شلون نبتدي احنا نعالجها؟ يعني احنا كمات بالبيت ساعات تدريب شغل البيت وهذا تحسين انه ما ادري ايش يصير فيك تعصبين. اول شيء انا دائما اقول لا تهتم بصغائر الامور فكل الامور صغيره. احنا نوعنا ندقق وايد على الياهل، تبينه كامل والكامل الله، يعني تبينه مثالي، تبينه ما يغلط. ترى في اخطاء، في امور، في نوع من العناد، في اشياء تقدرين بس ان تدورين ظهرك تمشين، يعني لازم شويه تطولين بالك. صح. عمر 3 سنوات هو مكتشف كلمة ما بي وإن عنده رأي وإن عنده ذوق في أمور اللي ما تضره لا تلتفتين وايد عليها. في أمور تكون لا تربوية لازم تكونين أنت موجودة للتربية. بس ما يبي الحين مثلا يلبس مكرمة هذا الصندل بيلبس هذا اللون بيلبس هذا التيشيرت ما ضر وايد يعني. لا هذا ما في مشكلة بالعكس وجوده قاعد ينمي شخصيته يعني قاعد يتعلم الألوان اللي يبيها شنو والأذواق والأشياء فهذه احنا ناخذها انه عاندني ما نبث اللي أبي ما سوى. خلينا نرجع على بيئة المطبخ هني. ها محمد شلون حمستنا؟ لا خلاص حمست توي بقطع هذا اللي ينشف الماي شوي وقطع المرقة خلاص. زين محمد ايش رايك بالكلام اللي قاعد تقوله ام صالح؟ بالنسبة حق اليهال، بالنسبة حق دلع اليهال، لما الياهل يكون هو بروحه دلوع وهو يجيب عن طريق الدلع ويسمع الكلام، بس تجي واحدة تقول لك وعلى بنا عندها خبرة تقولش لا إذا دلعتي راح يتفسد لا تدلعينه، مع أن الياهل إيش زينة وإيش حليلة إذا دلعته. إيش رأيك بهالطريقة؟ بس إذا يطيع الكلام عادي يعني هذا هو يعني ما يتحكم ما يقول أبي هالشيء وقصب يبي يعني ما أعطي اللي على كيف يعني هي الدلع على كيف يدلع صح ليش لا؟ وليش ينصحوننا في بعض النصايح مثل ما أنت قاعد تقولين تقول أم صالح إن بعض النصايح تطلع إيش رأيك غيرة؟ غيرة يعني من الأمهات على الظاهر صغيرة أمهات مو؟ ما يندرى بس يعني هي يمكن تكون ناوية تنصحك على وضعها اللي هي عايشة فيه. أنا أقول لك في ياهل يكون عسر مثل ما قلت في ياهل يكون وايد يعني في ياهل يكون طبيعته قيادي في طفل طبيعته لا مسالم يمشي ورا
الكلمة وراك أو وراء أخوه أو اللي أكبر منه، كل طفل له أسلوبه، فأنت تجينا على شنو المفاتيح. هاي المشكلة الحين يعني اللي أنا اكتشفتها من كلامك إن الأم ما تكون فاهمة شخصية الياهل. هذه مشكلة، لأن أنت قاعد تقولين كل ياهل له طريقة ولا شخصية، فلما الأم تكون تعبانة من هذا الطفل، من ولدها، من ظناها، إذن هي ما عطت حق نفسها فرصة أن تفهمه. هي ما عطت نفسها فرصة أن تتمتع بظناها. حلوة هالكلمة. يعني أنا أقول حق الأمهات استانسوا فيهم، هم قاعد يكبرون، هم قاعد يحبون، هم بداية كلماتهم، سوالفهم وتمثيلهم، بداية 3-4 سنوات يقول لك قصة هالكبر كلها تأليف. مو شرط إحنا نمشي بالقلم والمسطرة. صح. هاي سالفة إن هي تعبانة وما فهمتها لأنها تعبانة تبي ما يغلط. أها. وما يصير واحد ما يغلط، يعني الأم ما تغلط. كلنا نغلط، ما في أحد ما يغلط، بس أم محمد اليوم اختارت الاختيار الصحيح بالبربير، ولا إيش رأيك؟ والله أنا شيء جديد علي ومتحمسة يعني حق الفكرة، يعني أنا ترى ما أحب أجرب. خلاص أنا يعني حطيته ليستو كل شيء مستوفي، حتى الفاصوليا. حطيتي فاصوليا؟ أنا فضلت الفاصوليا الحمراء هذه. هي بنية أم محمد. نعم. صارت بنية مو حمراء. بنية إيه، بنية مو حمراء، بنية. يسمونها كذي صح؟ إيه إيه إيه. إنزين. فأبوش حطيته فيه خلاص، يعني عقب ما حمسته ويعني وشوي هريته وطلعت ماية أحط عليه خلاص. حلو. إيه. يعني ما خلي يذبل وايد، بس يطلع الماي، ما خلي الماي ينشف صح؟ لا أنا خلي الماي ينشف بلا وحط على ماي اللحم بس خلاص. خلاص. وأتركه يمكن يبيله بعد نص ساعة على ال. النار بس خلاص وغدنا معليش يا ميض. وانا طبعا زهبت لكم طبخه بس قلت لي نص ساعه قلت ما راح انطر نص ساعه ابي الحين كالعاده مو محمد لازم تجهز لنا كذي هذا الطبق حلو زعفران عندي كل العشاء ما تعشى عم تغدى اليوم ما في لا هذا الله ايش رايك والله تشوق صراحه اكيد المكمل لها الله وعيش وزرشك الله يعني اليوم احنا عايشين هنا صح بس الايادي اكيد الله يسلمك حبيبتي يعني ما شاء الله مبين لنا شيء عاي صبري ثانيه ها مو محمد نروح نسوي ثانيه يلا حياكم الله تفضلوا أشوف فراولة وأشوف شمندر أشوف مكونات كيك وأشوف مكونات مو كيك شو السالفة؟ لا حلو الريد فيلفيت كيكة الريد فيلفيت الحمراء مع الفراولة وخلطة فيه شمندر بالكيكة غريب عجيب خلطة غريبة عجيبة بس أبي أشوفها هلو زعفران أكيد حلوة شو رايك؟ ليش لا؟ اليوم ظهر كل أشياء غريبة عندكم شفتي شلون؟ هيلو زعفران مو أي شيء عزيزتي يلا تفضلي أم محمد يلا خلاص مقادير الكيكة يعني راح أحط السكر مع البيض ليصير مثل الكريمي وبعدين أزيد الزبدة يعني مقدار والمقدار على ما تسلفون خلاص إن شاء الله راح تحطين البيض مع الشكر لما يصير كريمة صح؟ أم محمد هالخطوة ضرورية؟ ضرورية ما أدري ليش أنا ما أكره هذه الخطوة لا لا أنا أحب أحس لأن أنا مثل ما أنا قلت لك أم محمد أحب كل أشتغل يدوي مو بالماكينة فعلشان كذي احس بصعوبه تنفش الشغل يده وما ينفش الكيكه اسويها ثقيله اسوي لا بس تطلع الماكينه اي اي لانه يمكن انا اسوي للحين القديم قرص عقيلي والسوالف هذه ما تبيها تنفش صح ولا والله حتى احنا نسويها بالماكينه تنفش اكثر انا احب اليد ولا اغسل هذا اعاني بالغسيل مشكله طبعا الحين نبي نتكلم مره ثانيه عن الاطفال مجال تخصصك شو عملك في بعض الاطفال احنا عندنا ببيوت عيالنا عندهم حالة وهم صغار تمتشع شعور okay. من يشوف واحدة بنية صغيرة فالة شعرها إيش شلون عالج هذه الحالة؟ هي مو شرط ثابت إنه يمتشع يعني مو شرط هذا التصرف في تصرفات وايد ممكن تكون سلوكيات خاطئة طبعا أنا ذكرتها لأن شفتها بعيني
اللي عض اللي بس دز وين ما شفت عيالي دام تدزه ونطخ بالطوفه مني هناك ما يهمه. يعني انا اعرف واحد من الاهالي يمشي ويدز دز ولد خالته بحوض شاليهات زين. يعني لو ما رحمه الله كذي واحد من الاهالي كان يقول لهم فلان قاعد يغرق. لا حول ولا قوة. اثنينهم صغار، اثنينهم يعني هداف اللي اكبر منه اللي بأولى ابتدائي وهو وين بالحضانة. ايه. انزين؟ مو بحضانتكم. احنا اخذناه قومناه خلاص. ضبطتيه. ضبطناه. انزين بس سلوكيات هذه تختلف، انت عندك عقاب احنا نسميه عقاب تربوي. يعني انا وايد اراقب البرامج اللي فيها امور تربوية. انا قلت لك ان عندي توأم. صح. والتوأم يعني اغلبهم يصيرون خاصه عقب اللي مروا فيه مع الحضانات في صاروا هايبر اكتف. يعني الحركه الزايده والسلوكيات هذول اللي عينه وين الخراب وين شيء. يعني انا مره بهذه الامور فوايد كنت اراقب حق عيالي وحق الحضانه. نعم. يعني استفدت من شيء حق عيالي وحق الحضانه. على انا في شيء في شيء انا الحين بخبرتك انا بستفيد منك بس خليني ارجع حق ام محمد. ها ام محمد شنو صار معانا؟ خلاص حطيت البيض والشكر لما انتفش حطيت الزبدة بعدين حطيت الطحين وبعدين حطيت طبعا الريد فيلفت على لازم لبن خاثر ايوه وخل شوية خل خل بالكيك؟ اي لازم اي خل هي كذي طبيعة الريد فيلفت تحطين اللبن خاثر مع الخل اوكي وحطيت الشمندر وخلاص اخلطها وبعدين احطها بالقالب واحطها بالفرن حلو وبعدين اسوي تقصصينها شرايح اقصها شرايح واسوي عليها الخلطات حلو عندي رفيجتي عندها ولد عنده حاله من ان انا بنرفز اللي قدامي حتى امه قاعد درسه ترى هو اولى ابتدائي الدرسه يقول انت ما تعرفين تشرحين انت ما تعرفين انت ما تفهمين شلون انت تشرحين هذه الامور انت ما تعرفين شوفي مو محمد وبعدين اخر شيء الام تنرفزه طقتها على كتفه ايش قال لها رد طالعها شي بهالطريقه قال حتى طق ما تعرفين الطقين ما شاء الله على هذا ذكي شوفي تخيلي فقاعد يقول لي تقولي انا قاعده اعاني منه شلون اعالجك لا هذا يبي له الله رب العالمين هو اللي يعالج اللي طالع يقول له حتى طق ما تعرفين الطقين تخيلي هذا شلون اعالجه ينفع فيه هذا الكرسي ينفع فيه شوفي انا قاعده اقول لك سالفه الطق يعني انا مو منزله ومنزهه وما غلطت انا غلطت مع عيالي بالبدايات يعني انا ما كنت الانسان يوم عن يوم معناتها طقيتي طقيت في البدايات بعدين اكتشفت ان اصلا لما قاعد طقين ترى انتقام للذات مو عشان قاعد تربين ما قاعد تربين انا احتريت فلما احتريت طلعت حرتي فيه صح. فانا برد قلبي انا وبعدين بالاخير الام ما يبرد قلبها تظلين طول اليوم مكتئبه ايش طقيتيه وحاضنته ومضايقه وتقولي لا ماما انا اسفه وتأنيب الضمير وغيره فالبني ادم يوم عن يوم يتعلم شيء فانا اقول اني انا غلطت في البدايه بس صدقيني الطق عمره ما يعب النتيجه ولا الفائده انا احس احنا الحين في عقاب احنا في ثواب مو عقاب احنا قاعد نشوف هذه الكيكه العجيبه اللي قاعد تسويها ام محمد ها ام محمد شنو قاعد تسوينا الحين خلاص انا دخلتها بالفرن زهبه واحده مسبقا قصصتها الله عقب ما طلعت فيعني اصففهم زهبه صلصاتها يعني بعد اوكي اي هذه الصلصه البيضاء عباره عن الجيمر حاطته على حمام مائي ماي ونفس البايركس ينحط مع كاكاو ابيض حاطته خلطته وعقب ما اطلع يبرد شويه طري يبرد احط له دريم ويب واحطه بالخلاط لتطلع هالصلصه الله وبعدين هذه عباره عن جبن كريمي مع كريمه هذا العفو حتى هني بعد فيها كريمه سائله وهني بعد فيها كريمه سائله مع جبن كريمي وحاطه هني صبغه الوردي الحمراء الحمراء صبغه الحمراء بس تقللتي منها فصارت وردي وحاطه شكر لان الجبن الكريم ما فيه شكر وحاطه شكر طعم. وهني طابخه جايبه الفراوله مقطعتها وطابختها مع شكر لان طبيعه الفراوله ما فيها شكر تصير حامضه يعني فمسويتها مثل مربى حاطت لها اي حاطت لها ليمون ومسويتها مثل المربى فاسوي طبقات طبقه من هذه الحين بلش شاطره بالمطبخ لا والله اعتراف شوفي محمد قاعد نجيبهم وندربهم ونعلمهم صح ولا لا؟ طبعا يعني نستفيد احنا برمضان نبي نستفيد زين وتعالي عاد برمضان الحين قولي لي مو شاطره ايش قاعد تسوي؟ والله الله يخلي الوالده اي والله كلنا الله يخلي الوالده شوفي هاي طبقه الكيك وبعد هاي المربى الخفيفه صح؟ اي خفيفه يعني مو ما نقدر نقول ان هي مربى ما صارت مربى لا تثقل هي تثقل بس انا عشان الوقت عندنا هي تثقل احنا لازم نخليها تبرد
ولا لا؟ لا عاد ابي الكيكه تشرب منها احلى كذي صح؟ اي اي وبعدين اسوي طبقات، طبقات فراوله، طبقات صلصه البيضة وكيك عليه لان تملك الكميه. الله، هي الفراوله يعني اسمها حق عشاق الفراوله هالكيكه وايد تنفع. اكيد كلها احمر باحمر، ايش رايك؟ وشنو اكثر اكله تضبطينها؟ شوفي انت تقولين مو شاطره بس انا ادري ان انت شيء طبيعي تدشين المطبخ. شوفي انا انا مو صوب الاكلات الشعبيه والعيوشي، ما اعرف اسوي هالاشياء للاسف. انزين يعني في مثلا اشياء اللي تكون بالكريمه، الدعي بالكريمه، الفيتوتشيني، الاشياء الثانيه الخفايف اللي تحط بسرعه. بعدين نتطور. اي بس مرنا ترى على المجبوس على قولة عيالي امي تطبخ لنا فرنسي. يعني السوالف اللي تكون وايد فيها صلصات هذه اللي احبها. حلو. وتكون دائما يعني تاليف وتطلع زينه. اكيد تطلع زينه دام فيها كريمه، انا اشوف تطلع زينه. ايش رايك ام محمد؟ الاكل حلو ولا مالح؟ ان كان في كريمه يطلع لذيذ صح؟ اي اكيد، بس اكو ناس ما يحبون الكريمه لان الدسمه ترى. الدسمة دسمة بس اي تعطي لذيذة لذيذة اي اي. وحلوياتك شلون؟ حلويات والله فترة انشهرت اها كيكة الهيل والزعفران. ام محمد كيكتي انا ام محمد في سرقة هني، شو السالفة؟ شو كيكة الهيل والزعفران؟ لا خلاص احنا خلينا على الهيل والزعفران اصلي. احنا شهرتنا كانت محيط العائلة فقط. اها ايوه تقول انشهرت. قلت لهم محمد اي يعني كان في سرقة يتشهون الخالات ويطلبونه وكذي، بس يعني محيط العائلة. حلو وايد حلو. ام محمد اقول مسجلتهم دايره بالك؟ اي طبعا اي روحي اليوم ديري بالك ترى فتحت عيني على شيء ما ادري عنه. وهذه هي اخر طبقه راح تكون ولا بعد؟ لا في طبقه الورديه اخر طبقه. الورديه لازم تكون اخر طبقه. والله محمد هذا شكله يخلي الواحد يعني ما يدري ايش يقول. بس محمد لو نسوي بقلاصات مو احلى؟ بقلاصات احلى خصوصا اذا كان توزيع لحق التوزيع حق الضيوف. انا بس حق العائله احط لهم كذي يعني شكله حلو. اطفال اي تضمين انه خذ قد حاجته وهو يستانس منه. مو بس خذ عشان لا ياخذ فوق حاجته. يعني ساعة لما تبي تنشبين حق الياهل يقول لا هاي قطعه صغيره حطي لي الاكبر اكبر منها. صح صح ولا لا؟ صح. ايش رايك؟ ناطرين. ها محمد خلاص طبق النهائي. طبق النهائي كل انتهاء. هذا هو الجاهز. اخر شيء فراوله. اي هذا هو الجاهز اللي عندنا ولا انا لا في الحين انا مزهبه واحد. اي بس ينحط في الثلاجه يفضل ثاني يوم ياكلونه. الله يعني نسوي اليوم وباكر. اي بس ام محمد ليش ثاني يوم؟ اساسا ام اي يتماسك وحتى النكهه يبرد النكهه يتشرب في ال صح ولا إيه؟ لا؟ إيه؟ بس والله يعني انا اعترف اذا حطيت هذا الطبق بالثلاجه ليه بعد ساعه ما الاقي منه شيء الا احط شكل من برا لحم ولا شيء على اساس يعني لا ينصوبه. تموي شو اسوي يعني بذمتك وانت مبطله الثلاجه وتشوفين هذا الطبق ما تحطين ليش تاخذين فراوله؟ شوفي انا اقول لك هذا عقب ما حطيته بالثلاجه وبرد كل الاشياء اللي فيها فاكهه. بس هذا الطبق صدق يشوق. صدق انا مسويته من قبل يوم هذا. يلا حلو شوف شلون متماسك وطبقات يصير. ام صالح الطبق الاول والطبق الثاني هم خلص، ايش رايك؟ نروح ناكل ولا لا؟ يلا فوقه. يلا فوقه ما ادري شنو فوقه بس يلا. يلا فوقه. يلا نروح محمد. يلا تفضلوا حياكم الله. يلا. ابو محمد انا وايد مستعيله، هاي لحظة شنو عشان تعرف مي؟ لحظة الحقيقة هناك شمينا وشفنا هني نذوق. يلا عاد تفضلوا خلونا نشوف ونعطي آراءنا بصراحة. بصراحة لا تخافين بصراحة. يلا محمد سموا. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أنا أول مرة أشوف سالفة هذا البربير يسوونه مرق، بس باعتقادي حلو. بسم الله. إيش رأيك؟ والله لذيذ. تحلف يا جماعة. أنا كنت متخوفة بس صدق لذيذ. لذيذ. طبعا بما انكم انتوا وطلعتوا تتوافقون مع بعض انا بطلع منها وبرجع حق اكلتي. بس ام محمد الحلقه الجايه مفاجاه صح؟ حلو مفاجاه كالعاده. يلا خلينا ناكل. حياكم تفضلوا. يلا بسم الله.